في الإجراءات بالزبط. البطيئة بالزبط. وعدم التواصل سريعا بالزبط. مع الحاجات المهمة دي. أنا عضو مجلس إدارة صالون الخريف الجزء الثاني، أول عربي من خارج أوروبا، مش من العالم العربي، من خارج أوروبا يسمح له بالجلوس على كرسي سيزان أبو الفن الفرنسي. ومش بقول ده تزكية، لا أنا بقول ده للتوضيح، إنك تقعد على كرسي سيزان وترقص لجنة تحكيم اختيار فنانين العالم اللي هيشاركوا في صالون الخريف. قاعد أمامي مونيك باروني، أم الفنانين في فرنسا، وبالمناسبة أنا جبتها مصر. نويل كوري أهم ناقد حاليا في فرنسا، وبرضو أنا جبته مصر، وقاعدين قدامي وبنختار فنانين العالم. وفجأة الصالون الذي يزوره 47 ألف مشاهد من العالم، وبيعرض فيه 1600 فنان وأديب وكاتب من العالم، وفي الشانزليزيه. ومن حسن الحظ أن مقر الصالون أمام المسلة المصرية إلى الشانزليزيه. وآخر مرة أخذنا فيها الفنان نور الشريف، كان هو رئيس الوفد المصري. اتكلم عن التحولات في مصر ما بعد التيار الإسلامي وانتهاء حكمه. فاتكلم وكان بيتكلم، وضح صورة للفرنسويين عن شكل مصر الرائع في هذا المجال. وإذ فجأة احنا مش لاقيين راعي ولا داعم ولا حد عاوز يمد ايده من مصر ولا لا ده كمان احيانا في جهات في وزارة الثقافة تعرقل سفر الفنانين والأدباء المصريين. فأنا أقف أصرخ، فتم إلغاء الجناح السنة اللي فاتت للأسف الشديد. وحاول التيار الإسلامي التونسي إن هو يتسلق وياخد الجناح لحساب التيار الإسلامي التونسي. ومن عظمة الفرنسويين قالوا إن احنا رحنا مصر 3 مرات مع عبد الرازق عكاشة، منهم مرة كانت القناة الثقافية هي الراعية في النيل للأخبار، هي الراعية لوجود صالون الخريف في مصر. فقالوا احنا رحنا 3 مرات مصر وأكلنا من الفطير المصري في قريتي عرب الرمل، ورقصوا في برج وسنا وغنوا ورسموا وعملوا ورك شوب كبير جدا لكل أطفال وشباب مدينة وسنا. فقالوا لدينا وفاء وخبز وجبن، جبن بيضاء من أهل المنوفية في مصر، فمش هنقبل حد رغم الرشاوي اللي دفعت وصلت إلى 50,000 أورو من بلاد أخرى لأخذ الجناح. ما إحنا المشكلة إنه إحنا ما ينفعش نسيب يعني نجاحنا أو وصولنا إلى الآخر مرتبط بأعمال أو بمجهودات فردية، يعني لازم يكون في عمل منظم. الدولة إذا ما كانتش جزء منه فهي على الأقل ما تصعبوش وما تعرقلوش. فإذا بنتكلم عن تنمية علاقات ثقافية أو تبادل فلازم يكون في تسهيل، لازم يكون في تعاون، ولازم يكون في خطة، لأنه إحنا مش هنستنى أنه حد يروج لينا بالزبط. بدل مننا. برافو عليك. يعني لا كمان الجميل، يعني أنت كمان بتتغاضى عن وجودك في صالون الخريف، عن وجودك في سنتر جورج بومبيدو في معرض السريالين، وانت المركز الثقافي المصري الحكومي الرسمي مغلق مغلق من الثورة الى الان الى الان. وهناك خوف. طيب ممكن يعني نستغل فرصة الزيارة ومبادرة شخصية من حضرتك انه تعملوا على إعادة فتح المركز الثقافي المصري في باريس، أكيد بيكون له دور في تسهيل. والله مش المركز بس جداً. أنا في مصر أنا كنت عامل حادث صعب جدا، كنت في الموت يعني، فخرجت من الحادث يا دوبك اتعالجت وجيت على مصر للبحث عن راعي حد يمد ايده معانا علشان جناح مصر ما يموتش في صالون الخريف. وفي نفس الوقت ناخد البعثة اللي احنا كنا بناخدها كل مرة 10 فنانين على كتاب يمثلوا ويحاوروا الآخر. نفسي يبقى في صالون الخريف مجلة فرنسية بتتكلم عن مصر. بتتكلم عن مصر، لأن 47 ألف مشاهد لو انت عملت مجلة بتطبع فيها 3000 نسخة وسلمتها وتنقلت بين 47، فأنت لك 47 ألف ثقل سياحي واقتصادي. لكن للأسف هناك عراقيل وهناك بعض الأشياء. أنا أتمنى أن السيد الوزير حلمي النمنم، أتمنى أن يبقى في جلسة عمل ونتكلم ونتناقش، لأن البروتوكولات ليست أوراق.
صحيح. خاصة مع فرنسا. فرنسا بلد لا تتحرك بالورق في الحقيقة. فرنسا تتحرك بالنبض. يعني بيشوفوا نبض الشارع رايح فين ويتحركوا وراءه. واحيانا حضرتك شايف انه التاثير يعني احنا نتوجه مباشره للجمهور العاشق مؤسسات المجتمع المدني، وفي اصلا بالفعل يعني احنا بنشتغل على ارضيه موجوده، يعني بالفعل في اهتمام وفي حاله ولع عند بعض الفئات بكل ما هو مصري. أيوة الارضيه موجوده بس محتاجين نستغلها يعني. بس هو الولع كمان احنا عاملين فيه خطا، او احنا نرتكب فيه خطا في الحقيقه. نرتكب فيه خطا ان احنا مفكرين كيف نبهر الفرنساويين طول الوقت بالاثار المصريه وما بنركزش على ما هو موجود الان. بالظبط التراث اللي موجود. بالظبط يعني انا جبت اساتذه كليه الفنون الجميله في فرنسا في رحله، وزاروا الاقصر وزاروا فنون جميله القاهره وزاروا اسيوط، وعملنا ملتقى حوار جنوب جنوب في اسيوط. كل السؤال اللي بيسالوه الفرنساويين بيقولوا احنا مبهورين بالحالة المصرية الجميلة الفرعونية. لكن اللي بيبيع النهاردة في الشارع عم محمد مش فرعون. صحيح. واللي بيبيع في مش هو صحيح. خلتي مش كل ما يميز مصر هو أثرها الفرعونية. بالظبط. هناك مفتوح زي ما بيقولوا. يعني كيف نترجم؟ يعني أنا آخر عهدي مثلا اللي أعرفه ترجمه صنع الله إبراهيم. طيب ما في مكاوي سعيد النهارده، وفي روائيين شباب، وفي اشرف عبد الشافي، في شباب كتير كويس جدا النهارده ممكن يتم الترجمه. طيب حضرتك معلش، بما انه بتراهن على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، واعتقد في مصر منظمات قادره على ان تقوم بهذا الدور، ليه ما بتحاولش تتواصل معهم او المهتمين والمتواجدين خارج مصر بكثره ويقدروا يلعبوا الدور ده؟ احنا تواصلنا في ثلاث دورات في الحقيقه لصالون الخريف في القاهره. وبالمناسبه خليني اقول لك ان صالون الخريف ده الصالون اللي اتخرج منه اميل زولا، جوجان، مونيه، كل سيزان، ماتيس، بيكاسو، فان جوج، جوجان، كل الأسماء الكبيرة اتخرجوا من صالون الخريف. كانت لوحاتهم بتعلق مكان اللوحات اللي أنا باخدها من الفنانين المصريين، أو باخد الفنانين المصريين يعلقوا لوحاتهم في هذه الأماكن. فإحنا مش بنستهتر بالموضوع، مهم جدا. صحيح. ولذلك تعاونت أنا سابقا مرة مع التلفزيون المصري، وفي الحقيقة بوجه الشكر للشاعر صديقي جمال الشاعر، لأن هو وفر لنا هذا التعاون. والمرة الثانية تعاوننا مع وزارة الثقافة في عهد السيد الوزير عماد الدين أبو غازي. والمرة الثالثة شكر الشديد جدا جدا لوزارة الشباب، تعاوننا مع وزارة الشباب الأستاذ خالد تليمة وسيد الوزير والأستاذ أحمد عفيفي، وعملنا كانت تظاهرة أكتر من ناجحة في وزارة الشباب. وفروا لنا كل الأشياء للنجاح. لكن بعد كده أنت بتيجي تلاقي إن بيدخل أفراد على الخطوط. أو ممكن موظف بسيط. موظف بسيط بإمضاء حاجة. بالظبط. بعد يعني أنا برضو مش يعني أنت عارفة كمان أنت محتاجة المواضيع تشتغل آلية أوتوماتيكية. صحيح. نجاح يولد نجاح. لكن أنت بتفاجئ إن نجاح خلاص لازم نوقفه، لازم نبطره. لذلك اتمنى لقاء وزير حلمي نمنم والوزير خالد عبد العزيز لشرح وجهه نظر مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا. المجتمع الفرنسي مهم جدا كمجتمع مدني، اهم من المجتمع الحكومي. المجتمع الحكومي كمان عنده مشكله في فرنسا، هيعمل معرض عن الاثار المصريه وليكن في متحف اللوفر وخلاص. يعني انت هتزوري وانتهت. لكن المجتمع المدني المؤسسين داخل مؤسسات المجتمع المدني واقفين يستقبلوا السفير المصري ويستقبلوا الكاتب المصري والاديب المصري والفنان ويشرحوا وجهه نظره. انت يعني معاكي مدافعين من الدول الاخرى بحجم جوده ابداعك. يعني زي ما بقول لك ان هناك دول عربيه كثيره جدا حاولت تشتري الجناح المصري من صالون الخريف في العامين الماضيين. هو يعني جودة ما شاهدوه من يعني احنا عشان يكون لنا جناح مصري
في مبلغ مادي في مبلغ لا يتجاوز 100,000 جنيه ده شيء شيء مضحك يعني شيء مضحك جدا يعني 100,000 جنيه انا لما في شاب عاوز يعرض في باريس بيروح يدفع في قاعه عرض اكتر من ال 100,000 جنيه عشان انه ممكن يستغل الجناح المصري مثلا ده انت عندك 47,000 مشاهد واديب وفنان ونخب العالم تتحرك داخل هذا الصالون. والحقيقه انه في كتير مصريين ما يعرفوش عن صالون الخريف وما يعرفش ما يعرفوش ان مصر ليه جناح. لا 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 فلازم ده دور وزاره الثقافه. لا والله الادباء والفنانين لان احنا كرمنا في من خلال وزاره الشباب صالون الخريف كرم تحت رعايه وزاره الشباب الدوره اللي فاتت حوالي 45 فنان واديب صحيح بس لازم تكون وزاره الثقافه وزاره الشباب ليهم دور مستمر يعني لازم الفنانين الشبان وصغار السن المواهب الجديده لازم تعرف ان في ليها مجال وليها جناح باسم بلدها موجود بره وتقدر تستفيد بيه وتستغله. انت عارفه لازم ايه الدور ده مش موجود الحقيقه هو لازم ايه او الدور ايه لازم مصر تفضل عايشه في قلبنا ال 24 ساعه ما ننامش عشان ما تنامش مصر اللي جوانا ما ننامش على ضميرنا مصر محتاجه ضمير حقيقي في هذه الفتره يتحرك من اجل اسم مصر وليس من اجل اسم اخر مصر محتاجه المؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك ضمير وتمتلك ذهنيه مش تمتلك روح انها عاوزه تكسب وتجري الان احنا في حاله حرج انساني مضيع منا تاريخنا الثقافي هذا الحرج الانساني ان كل واحد بقى همه كيف يصنع انجازات لنفسه ولا يصنع انجازات للوطن صحيح. الذاتيه الان امام الهويه فاحنا محتاجين نراجع نفسنا تاني صحيح. نسال نفسنا عن هويتنا عن مصر مصر كبيره جدا مصر حجمها كبير انا اعتقد في الحقيقه ان مصر حجمها اكبر مننا كلنا صحيح بشكر حضرتك الاستاذ عبد الرازق عكاشه عضو مجلس اداره صالون الخريف للفنون والادب الفرنسي شكرا لحضرتك شكرا.